أهلا أهلا ومرحبا. ومرحبا. في هذا الدرس أحبتي سوف نتعرف إلى الآيات الكريمة من سورة الجمعة. سوف تبين هذه الآيات الكريمة وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى في طاعته في صلاة الجمعة، وتدعو إلى تقديمها على ما سواها من الأعمال. سوف يتعرف الطالب إلى معاني بعض الكلمات والمرادفات الواردة في سورة الجمعة. بعد ذلك سوف يدرس وجوب السعي إلى صلاة الجمعة وما معنى ما يجب وما لا يجب، وسوف يتعرف إلى أوامر الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين في هذه الآيات الكريمة، والتي منها أن الله سبحانه وتعالى ينهاهم عن الانشغال عن أدائها بأي أمر من الأمور كالبيع أو الشراء أو سائر الأعمال. كذلك سوف يتعرف الطالب إلى تقديم صلاة الجمعة على ما سواها من الأعمال، ومن ذلك ما يتعرف إليه الطالب في اختيار الإجابات الصحيحة الواردة حول سورة الجمعة وبيان حكم صلاة الجمعة. كذلك سوف يتعرف إلى أن لها العديد من الآداب، منها الاغتسال ووضع الروائح الجميلة كالعطور واللباس النظيف والتبكير في الذهاب إلى المسجد وعدم مزاحمة المصلين والإنصات إلى خطبة الجمعة. وبذلك عزيزي الطالب نكون قد أنهينا الدرس الذي يتحدث عن سورة الجمعة وأهمية درس صلاة الجمعة.